الله يستر من فاتورة الكهرباء. جبنا المكيف على أمل يدف البيت بس مش عم بتوفي بالمرة. الأولاد قاعدين حوالين الصوبة وهي شغالة على العالي ومش دفيانين، والمسكينة دائما مضغوطة بالمطبخ. أوف، مش عارف من وين أبلش. بتصدقني لو بحكي لك إنك بتقدر تخلي بيتك موفر للطاقة وموفر لجيبتك بس إذا بتتبع مبادئ السكن الأخضر. جد؟ طيب كيف؟ أول إشي إحكام غلاف المبنى، يعني الفتح حوالين الشبابيك والأبواب لمنع تسرب الحرارة، وتبديل الشبابيك بشبابيك مزدوجة بتوفر عزل حراري، وتبديل المصابيح القديمة بمصابيح توفير LED سواء برا أو جوا. وبالنسبة لتسخين المي بدل سخان الغاز أو الكهرباء استخدم السخان الشمسي، وممكن جمع مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه الرمادية للري والتنظيف، واستخدام قطع توفير المياه بيساهم بتقليل استهلاك المي. وبالنسبة للتهوية، تركيب الشفاط بيساعد على تحسين البيئة الداخلية في المطبخ. الفكرة إنه هاي الإصلاحات مش مكلفة بس تأثيرها الإيجابي كبير جدا، ولو عامل صيانة عامل خلي معايير البناء الأخضر في بالك لأنها أحسن للبيئة وللصحة وللجيبة. عشان هيك اتأكد إنك بس تصلحها صلحها عن جد.